إيه إذا متابعي جريدة عبر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. اليوم في بث جديد مع المثير للجدل نزار السبيتي والأخت الصديقة سارة الزين. نزار السبيتي جان طنجة، واليوم تعرضنا لواحد الهجوم اللي كان ماشي في طريق، تعرضوا له بعض الأشخاص، بقاو كيقولوا بلي غادي يضربوه وغادي يتعدوا عليه بسبب الفيديوهات اللي كانت كدير الزوجه ديالو اللي عايشه في الطليان. ولكن الحمد لله دخلت الاخت ساره ونقضت الموقف. متابعي جرده عبر، خلوكم معنا نسمعوا من عند نزار يعاودنا شنو وقع له في هذا النهار هذا. السلام عليكم. السلام عليكم خلي زر عودنا اخويا بلا تياتر نرجع نستوعب، راه ما نكذبش عليك. صافي عافاك انيس عافاك. السلام عليكم. ماشي انا قاديت مخلوع، عمره شاف داكشي. ماشي انا قاديت مخلوع، ماشي انا كنت كنفكر غندخل للحبس بزاف الحوايج. انا عارف راسي خايب، اقسم بالليل عارف راسي خايب، واخا يكونوا ثلاثه اربعه راه مسطاره وحده تشتت بنادم. ولكن احنا ما بغيناش نطيحوا راسنا في المشاكل. المهم باش بلا ما نطولوا الموضوع غادي نعاود لكم ليستوار من الاول، كملوا اللايف من الاول حتى الاخر لان المعلومه كاينه في الاخر. انا كنت خرجت مع ليا مبيا مع السيد اللي مريح معاه اللي هو حمزه، مريح انا وياه هكا. السيد كيف كيمشي يخدم، انا عندي اولويات ديالي كنديرهم هنا في مدينه طنجه. خرجت باغي نقضي واحد الغرض، جاني واحد اتصال باغي نحضر ليه باغي نمشي ليه، حتى كيوقفوا عليا سبعه قسما بالله العلي العظيم، واقفين عليا كل واحد وكيفاش. وصراحه ما تاديتش ما قلش يعني، غير باش شي واحد يدفعني بحال هكا عادي ما طراتش ليا. وقفوا عليا في واحد الحومه ما عرفت حتى كي دايره، مع لوكاليزاسيون داتني من ديك البلاصه. صافي حتى كنشوف هذا انت هذا انت، هضرت مع شي طنجاو غيكونوا وتزاميين، مع ان كان في الهضره ديال الوتزاميه كيفاش دايره ماشي مشكل. وتحيه لمدينه واتزم، تحيه لمدينه واتزم. صافي خرج هزينا لي الزراوط، هذا انت بحال هكا انت هاد ديك الهضره اللي كتقول عليك المرأة ديالك، واش هذا زواج؟ واش ما نكذبش عليكم، انا اللي كنا كنقول لخوتي المشاهدين ما كنعرفش النافق. مراتك طالعه كتضرب لك في رجولتك وتضرب لك في عراضك، وتطلع تخلي الياس المالكي طالع كيقرضن فيك وياس اش هذا الزواج؟ نعلب الزواج وصابر على هذا الشيء. خرجتي من الحبس وقلتي ما غترجعش لا، وخي اللي صيفطتك للحبس ورغم ذلك رجعت، فينا يا الرجله فينا يا؟ ما نكذبش عليكم. يلا كانوا غيبداو حتى جات هاد السيدة هادي كنسمع غوتها من بعيد، هاي 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 بحال هكا كندور كنلقاه بحال هكا، شافو قالوا لها نعم كيحترموها. صافي قالت لهم مالكم مع العايل وهكا، قالت لهم سير بحال هكا ما بغاوش يمشيو. دارت بحال هكا بلاتي واحد الدقيقة عافاك بلاتي والله إلا كثرت العام كتضحك قسما بالله، والله إلا كثرت العام كتضحك. دارت بحال هكا، خرجوا أربعة من موراها بحال هكا. صافي هادوك عرفوا القضيه حامطه، مشاو بحالهم. عاد قاتني هاد السيده دي ما نكذبش عليكم، الله يجازيها بخير ويرحم ليها الوالدين. اش مشاطره ملي ريحنا وبدينا جايبين الهضره بحال هكا، هي كتجي في الهضره وانا كنجي في الهضره. صافي لقيت حتى هي كدير السوشيال ميديا وعندها انستغرام طالع تبارك الله. شنو سميتها؟ ساره الزين. ها؟ ساره الزين. ساره الزين زين.
وني شوفك واش كتعقلي على الكونت ديالك. ما علينا صافي، قلت له واش ما كاين حتى شي مشكل الا جبنا جريده تعبير وعاودنا هادشي اللي طرنا نعاودوه للناس. قالت لي ماشي مشكل، عاود نعطي الكلمه للزهر. المهم انا الصراحه نزار واخا ما كنتش كنعرف عليه يعني الصراحه، انا نزار كنعرفو قديم في السوشيال ميديا وكنت يعني متابعاه من الاول ملي كان مع نادا ودابا حاليا مع ملك يعني كنعرفو. لا انا هضرت له على في الاول يعني المراحل من الاول وانا متابعاه يعني صراحه مسكين حياته غير في مشاكل وحياته صراحه كنشوفها غير في هو في الحبس هو دخل فهمتي يعني كنشوف حياته مسكين جالس له في مشاكل مع النساء فهمتي مع مسكين جاو طن جاو هذه مع البارح كنا هضرنا مع بعضيتنا هايده وضحكنا ونشطنا مع مسكين قبل من هايدك صراحه هو كان عيط يوقع له شي مشكل الا مع شي دراري بغاو يوقفوا عليه شي دراري براني ماشي ولا طنجة وصراحه ما خليتهمش يتكرفسوا عليه وهذه يعني جبرتهم مسكين في واحد الحاله خوفان هايده صافي. ديك الساعة وقفت تما بقات العلاقة ديالنا مزيانة صراحة فهمتي يعني ضريف ولد الناس يعني. عم ما كيعجبنيش واخا أي واحد براني يجي لطنجة ما كيعجبنيش الحقرة وما يعجبنيش أي واحد صراحة نشوفو هنا ولد براني ويتحقرو عليه الناس ديال طنجة ولا أي واحد فهمتي. وانتوما عارفين الحمد لله الناس طنجة مزيانين ما كيأذيو حد والحمد لله وجا ودابا مع الصديق ديالو وتلاقيتو. واحد القضيه راه طنجه فيها الامن، علاش نقول لكم اشنو كاين؟ طنجه فيها الامان. انا نقول لك هكا وي يعني تحيه للامن وتحيه للمخزن بصفه عامه. المغرب راه احسن من اوروبا، راه تكون غادي ما يقاس حتى شي واحد. قبيله راه ما قاسوني ما والو، غا وقفوا عليا فهمتيني. واحد عنده ديك المظله كل واحد شنو هاز فهمتيني. انا مع مخلوع بالو ليا بحال هازين الزراوه، غير كل واحد هاز ديك المظله واحد هاز كل المهم داكشي اللي عادي فهمتيني، داكشي اللي كيحتاجو اليوميات ديالو. صافي وقفوا عليا قالوا لي نزار شد الرجوله هذه، طلق لا بغيتي تطلق. قلت لي وكل واحد شنو كيقول؟ قال لي داك الشيء اللي دارت لك المراه ديالك كون دارته لي انا نطلق والله ينعلبوا شي اوروبا. يعني انا بحال بدو كيعاتبوني فهمتيني، انا بحكم انني براني ما تقبلتش. صافي مريح بحال هكا، انا ديك الساعه ما عرفتش شنو باغي ندير، انا ما عرفتش ان المستقبل كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. احتاجت الانسه صراحه، نقضت الموقف صراحه وعمري غنسى ليها الخير ديالي انا. تفضل. وي انا القدام كيفاش كتشوف العلاقه ديالك مع هذه السيده يعني واش باقي تكمل معاها ولا صافي؟ صراحه هذا السؤال عميق وغادي نحاول نجاوبك عليه بكل ثقه في النفس. بالنسبه كيفاش كنشوف راسي معاها ما نقدرش نشوف، لان الغيب كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. اما شي حوايج بدات كديرهم مؤخرا انا كنشوف راسي الا بقات على هاد الحوايج كيف ما انا كنعرف راسي غنقول راه ما نقدرش نكمل معاها. كيف بعض الناس كيقولوا بلا الزواج مزوج بهاد السيده يعني الزواج مصلحه ودابا هذا هو. انا قلتها للقبيله الصار بحال هكا، خليكم ازواج مصلحه، خليكم دوك مضاضر الحلي الله يرحم لك الوالدين. هو تاع السلطه لا زواج مصلحه، كان زواج مصلحه كامل الوقت كامل في المغرب شحال هو معاه. بلاتي واحد دقيقه عافاكم، كون كان هذا زواج مصلحه واش في راسكم ايها الناس واش الرونديفو عندي في 12 في شهر 10؟ خليكم واش في راسكم بانه الرونديفو ديال الطاليه اللي غيطبعوا لي فيه الفيزا؟ بلاتي نصدم العالم بانه عندي في شهر 10 في نهار 12. ونزيد نصدمكم، انا اللي ما غاديش نمشي واخا عندي الوراق واخا شديت الرونديفو، علاش ما غنمشيش؟ لسببين. السبب الاول نبين دوك اشباه الرجال اللي كيعاندوا ريوسهم معايا، نبين لهم بانكم ما توصلونيش فهمتيني، وانا ديك الطاليه اللي انتم باغيين تموتوا ما غنمشيش ليها.
والسبب الثاني باغي نبين الزوجة ديالي بانني عمرني بغيتك على ود الوراق. ولا ما مشيتش لطاليان ما تخرجيش تقولي راه دفع الرونديفو هو حبس. لا 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 لا, لا. انت اللي كرهتيني في الرونديفو وانت اللي كرهتيني في الطاليان. انا عارف اش تخرج تقول. غتخرج تقول انا راه قديت لي الوراق وهو مسخوط للوالدين ما بغاش يمشي. لا الخوت ما تيقوهاش. انا ما بغيتش نمشي وخا ما حبست والو. بديك الهضره اللي طالعه كتقول في اللايفات والكلام اللي كتقول في حقي وشوهات لي الصوره ديالي مع لا فام يا صاحبي. شوهات لي الصوره ديالي مع الناس كاملين على هذا الشيء. كرهت ديك البلاصه وما بغيت حتى شي حاجه غتجيني منها. اذا بعد ما سمعتوا الناس هذا الشيء كامله انا كيبان لي راه ما مزوجش بها زواج المصلحه. كنت مزوج بها زواج المصلحه ما غنوصلش لهذا الشيء اللي وصل لي دروك. كون كنت مزوج بها زواج المصلحه ما غنكرفصهاش مع كاينه جمعيه حقوق العيالات يقدروا يدعيوني. ما غنديرش بزاف د الحوايج. كون ندير معاها غير بحال هكا حتى الدينو ندير كيف ما دار بات ولده. قاد الوراق ودار لها سربك لا وكاوكاو. حقاني زوج شنو الحاجه اللي خلاوك تبقى مع هاد السيده هادي؟ بحكم انني كنعشق المهمات انا. انا كنموت على المهمات صرا ما كنسميوهمش المهمات. ابلاتي ابلاتي المراه كبيره في اللاج. المراه كبيره في اللاج هذا سؤال عميق اللي غادي نحيد عليه من النظر وغادي نجاوب. السبب اللي كيخليني نعشق المراه اللي كتكون فايته في اللاج هو انك تكون متشبته فكريا وكتكون بحالك دابا انت كتكون يعني ما فيكش المراهقه فهمتيني. ما عرفتش كيفاش نشرحها لك. بلاتي كتبيني زعما مرزنه يعني عقلك كبير. كتبيني عقلك كبير فهمتيني. بحال بلاتي بحال الخراز تقريبا كيكون مكالمي فهمتيني. بحال هكاك المراه ديالي فهمتيني. المراه ديالي بحال الخراز اللي كيبدا يعاود على البوليس وكنا وفعلنا وتركنا ماشي مشكل. انا المراه المتشبته فكريا كتكون مريحه مرزناه وعامره بالهم عامره بالمشاكل فهمتيني. داك الشيء كيخليني نزيد نتزعط فيها ماشي يعني مشكل. عندها اكسبيريونس والاكسبيريونس زيد على ذلك ما كتكونش داك الشيء اللي كاينين عند القصيرات ديال هذا عجبني. ما صافي خدات راجل الله ينعلبو الرجال. خدات الراجل الله ينعلبو الرجال وكتكون النسبه ديال الزواج ديالها قليله صافي كتاخذ راه يعني الفكره ديال الخيانه ما غتبانش لي انا. المراه المتقدمه في السن لا تخون وكتخونش يعني كتكون صافي جربات وشبعات. كتبغي راجل اللي يحبها عاد هي تحبه ويهتم بها ويخاف عليها وعايرها على ود مصلحتها ويملي عايرها على ود مصلحتها وقدر بدو قولي الحمار 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 سد عليها البيت دوز واحد شوية تقول ولد الناس خاف على مصلحتي. واش فهمتوني؟ يعني هذه المرأة علاش جبدنا هذا السؤال؟ جبدناه قلتوا لي شنو كيعجبكم في صافي اني جاوبتكم. ها؟ ولي ضروري ما كتفكرش المرأة ديالك ما تبقاش تبينها في ديال السوشيال ميديا. ما يمكنش اصلا تزوج بها كانت كدير تيك توك غير معايا انا زادت بانت انا بينت. يعني ما كانوش الناس كيعرفوها في تيك توك حتى البنت فينا عاد الناس كيعرفوها في تيك توك. كانوا كيتفرجوا فيها 20 واحد فيهم البركه. يعني معايا انا زادت على المنطرف السوشيال ميديا. هي بعد اللي خاصك تفهمي هي اللي كانت باغا تزوج بيا مشات عند واحد البرنامج غنحترم فهمتيني. واحد البرنامج كاين في واحد القناه الاذاعيه في الانترنيت قالت لي ما انا كنبغيني نزار. بقات عليه تتزوج. هذا هو الاول التعارف ديالكم انت والمراه ديالك. بيان سور. عاودنا كيفاش تعرفتوا انت ومالك؟ كيفاش عرفنا؟ كنت مع واحد الصديقه ديالي سميتها دنيا من بلجيكا مريحين في واحد ريستورون بار. صافي يا سيدي سي الهاشم تبارك الله عليك. ضحكني واحد الدري وصافي. كنت كنتسنى صديقتي دنيا تجي تدخل الريستورون بار في اي بي حتى كتدخل مع الزوجه ديالي. كانت ديك الساعه مازال ما مزوجه ماشي مشكل. شافتني تزعطات فيا ماشي الساعه شافتني تزعطات فيا بقات عليا انا منك ما انا منك حتى تزوجت بها. ولكن الحاجه اللي كنت كنتعجب في ذاك الوقت كيفاش انا اختاريتها هي من بين بحر ديال العيالات. شنو الحاجات اللي عجبوك فيها؟ الحاجه اللي عجبتني فيها هي ممثله بارعه
في الاول دخلتني دابا هي في الاول دخلتني بالحب والحنان. انا مولف الحب والحنان المقهوم، القلب ديالي مفوري يعني في الاول مع الاخر كان غوت هي ولا تبدلت. في الاول كان غوت عليها كتسكت، حان هي راسها ما غير كان حنحن كتخوي، فهمتيني؟ يعني كانت كتحتارم غير بدات كتشهر وهكا، فهمتيني؟ يعني بدات زعما بدات اش وليت كدير؟ وليت كتحاول توسخ صورتي في السوشيال ميديا باش تبقى هي ما كرهاش تحرف التاريخ وتقول راه انا اللي شهرت نزار. انا نقول لك باش شنو كاين باش مشكل، هادشي ما عجبنيش لدرجه انا كنعرف على جميع لي زانفلونسور اللي كنعرف باش هما يطلعوا معاها باش هما يقبلوها تطلع معاهم في اللايف. اش وليت كدير؟ كطلع تحشمني معاهم، عندك الملولي، عندك الشكح، عندك الياس المالكي، عندك كاع لي بنت معاهم، كطلع تحشمني معاهم. هادشي ما عجبنيش انا الحال، وهادشي دابا علاش مخاصم انا وياها وما غنهضر مع ما غنهضر قرا بغيت نوريكم الميساج، ما غادي نهضر معاها حتى النهار يفوت الرونديفو، عاد غادي نحيد ليها بلوك ونقول لك مليكه عقلتي ملي كنتي كتقولي لي انا باغيك على حساب الطاليان راه وفات الرونديفو وغنقطع. هذيك الساعه شوفي الا باغا تهضري معايا انت من مورا غتهضري، يعني نيتر ما كتحاولش تبعد على هادشي السوشيال ميديا وتعمل ولادك معاها وتكمل معاها الحياه الزوجيه. كاين شي ولد نشريه؟ يلا قولي لي من دابا نشري الربي. علاش يا ما كتولدش؟ ما قلتش هاد الهضره، ما تجريش ليا لساني. ودابا انت ما عرفتيش اش بغيتي. انا درك غير تصدق دابا بامكانك تعمل ولادك انيزه، شنو السبب اللي خلاك ما تعملش ولادك؟ السبب اللي خلوني ما نعملش ولادي واش كتفكر تطلع من طاليان ولا؟ انا صراحه كنفكر تنطلع للطاليان باش ولادي يولي عند باش ولدي يكون عنده الوراق تما ان شاء الله باش يجيبني. دابا يعني ما خصك تكمل العبتي ديالك واخا هادشي اللي عندك كتشوه لي شبهاتك واليوم كنتي غتاكل فطارك، يعني باقي خصك تكمل معاها. انا صراحه ما مفارق انا وياها حاليا، ما نكذبش عليك ما كنهضرش انا وياها، مبلوكيها من جميع لي غوزوسيون كيقولوا لي غوزوسيون السوشيال ميديا، يعني اختصرتها بالعربيه السوشيال ميديا، يعني انا مبلوكيها من كل شيء، اداتني ما في الكفايه، كتخليني ندير شي حوايج اللي انا ما باغيش نديرهم. يعني انا عارف اني مريض عندي الاوراق ديال الاعصاب، فهمتيني؟ كتطلع بروفوكيني تماك في الليل ودير شي حوايج كيهونوا الكرامه ديالي باش كنطلع نجبد شي ناس ما باغيش نجبدهم واللي هي اللي كتدفعني نجبدهم. ما طلعش تكذب وتقول نزار كيجبد ليا هادي وكيجبد ليا هادي، راه هي اللي كتدفعني نقول ديك الهضره. بحال النهار قالت لك خنتيني، انا ما خنتها ما والو، انا كنت في قنيطره، هادوك ما غنفرحهمش حقاش ما غنسميهمش اللي كنت معاهم. طلعت كتقرضر فيا مع الياس المالكي، طلعت كتقرضن فيا مع ناس ما كنعرفهمش، ما خلات ما قالت فيا. ديك الساعه واحد السيد كان في قنيطره جاب ليا دريه، باختصار انا رغم انني مخاصم مع المراه الدريه ما درت لها والو، دخلت للبيت هي طلباتني قالت لي مخلصه مخلصه، قلت لها شوفي انت مخلصه خلصك السيد انا ما غندير لك والو. علاش؟ حالف المراتي على كتاب الله انني عمرني ما غنخونها. نيبالا صافي بغيتينا نسميو حنا سميناه، واحد السيد كيقولوا لي نيبالا ماشي مشكل، انا اللي قلتها للزوجه ديالي وكنعترف لكم وكنحلف لكم بالله، انا حقاش حالف مع مراتي على كتاب الله ما بغيتش انا نخبي عليها والو. قلت لها الو مالك؟ راه هذاك شنو دار شنو دار شنو دار، والدريه ما اديتهاش، وكنقسم لكم بالله العلي العظيم الا كاينه هاد الهضره هادي. السيدة شافت معاك كتغير عليا بزاف، يا من خيالي كانت كتغير وما بالك قلت لها الدرية جات صافي بقات كتعير والشوات وهكا وبزاف د الحوايج. ونقولوا كاع نقولوا كاع واخا انا ما خنتكش، انت اللي دفعتيني، واش ملي غادي تطلعي تضربي ليا في رجوتي وتضربي ليا في العارض ديالي وتشويني شنو كتسني مني ندير؟ عصباتني اختي، عندي عذاب عاطفي في هذه اللحظات. كنت كنشوفها كانت كتهلا فيك كنيزه، يعني كانت كتهلا فيك شحال هذيك، كنت كنشوفها كتعاملك مزيان وكتهتم بيك. بلاتي هي ساره هي عندها واحد الطفل ما مربيش لداخل، ماشي مشكل، هي اللي كنت معاها في الدار دمها تعطيه لك،
كل شيء تعطيه ليك، ولكن السيده مريضه انا ما بغيتش نقول لك ناري كانك تفكر نقول لهم هاد الديبار، وكنقسم لكم بالرب اللي ما عارفينش الناس راه المراه جوج المرات مشدوده في سبيطار امراض العقليه، تشدات عام ونص في الكومون في الكومونيتا ديال طاليان، يعني هي الناس ملي غادي يشوفوها كتطلع تعير بديك الطريقه يقولوا لي زار مبيضك المراه كتعير، وراه هي راه الشر ما دارت واش غا معايا انا راه كانت كديروا مع العائله ديالها، راه انا بينت لكم مالك على اساس بعقله، راه السيده فروحه السيده مسطيه، راه انا كنت كنقول انا مسطي ومعاها هي وليت بعقلي كتسمع الصوت ديالي معاها هي ولا عندي العقل معاها هي ولا عندي العقل واش فهمتوني، يعني الا طلعات وعيرات بديك الطريقه وراه هي اصلا مسطيه ركت في الحبس وهضرت على باه وعيرات عائلتها اش غتوقعوا من هذه، انا تزوجت بوحده مسطيه بانت للسوشيال ميديا على اساس بعقله ولكن السيده مفروحه، اذا صافي راه مفروحه كتفرجوا فيها ديروا في بالكم مسطيه كتفرجوا فيها راه تقدر تجمع كل شيء. انت اللي بغيتي هذه الحياه يعني تلقى مع النساء السوشيال ميديا، يعني انت ما ديتيش امراه ابار السوشيال ميديا. انا كنت باغي الزواج، انا كنت باغي الزواج، باغي امراه نكمل معها حياتي ويعني دابا وتكون كبر مني في اللاج مزيان نورمالمون خصك تبعد على السوشيال ميديا باش بقاتينا مزيان. هي اصلا كانت في السوشيال ميديا، هي يعني لو ما كنتي بغيتي بلا مشاكل لا صداع دابا نسولك انت دابا انت لا تزوجتي وقال لك الراجل حيد السوشيال ميديا من بعد طبعا كيف قلت الناس الراجل كلامه هو قنعتيني عاود قولي الراجل كلامه هو الكبير الهضره ديالو ما نطيحهاش الا قال لي بعد بربي الا قنعتيني اختي علاش كنا داوي على المرا ديالك على هادشي ديال الدراسه انا كنت ناوي نتزوج نولد معاه وليدات نرتاح طاليا ما كانتش عندي الفكره ديال طاليا انا اصلا عمري نتزوج بها صغيره نهار تزوج بها صغيره مشينا انا وياها للحبس انا قلت زعما مرا تكون كبيره بعقلها الا كنت انا مسطي بعض المرات الا غلط تكون هي مولات العقل تلقيت اخرج منها هادشي كامل خرج منا هادشي كامل صافي دابا المسامح كريم حاولوا تعملوا العلاقه ديالكم وتجمعوا خيط ابيض ان شاء الله وعاودوا حيدوا ما كنتش باغي نجبد كاع هذا الموضوع بلا بلاتي انا معروفه بحال نسي ملحور كندخل بيناتكم بخيط ابيض ديك الساعه عيط لها وطيني نهضر معاها ونحاولوا نصلحوا الدعوه وان شاء الله ما يبقاش الخلاف بيناتكم وحاول تصوني سالي تصوني لها قدامكم لا 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 ما تخسرش هذا ما تكون هاني تيقوا بيا لا صافي تصوني لها راني نعيطوا لها حمزه راني نصوني لها المراه راني نبلوكيها الله يلا على وجهكم عبر بالله غنحيد لها بلوك غتشوفوا بعينيكم شي واحد يطلق لي كونيكسيو عفاكم انا نطلقها هذه هي السيرة انا مطلقة انا مطلقة انا مطلقة عندك ايفون بلاتي نديرو السكرين عندك ايفون او دابا عاد غير يطلع لك سارة دابا يطلع لك انا نصول على اوكي انا كنت اكد واش البلوكات نتاعي لا انا نصول على الى جاوبت حيدت لها البلوك حيدت لها البلوك انا حيدت لها البلوك شي بعينك حيدت لها البلوك الا جاوبات الا ما جاوبتش غنعاود لها بلوك انا راه حيدت لها بلوك غير باش تقول الكلمه ديالها للجريده فهمتيني فتح كونيكسيون بعدا الو مليكه احنا دابا شوفي احنا دابا في واحد الجريده سميتها عبر الصوت ديالك كيتسمع اوكي المهم خوتي هذه الزوجه ديالي راني دابا صونيت عليها قول له شنو كنت باغي نتسولو دخلي لعبر دخلي لعبر بلاتي بلاتي دير كاميرا دير كاميرا دير كاميرا ودير كاميرا دغيا
وديري كاميرا راه ما كنسمع والو انا ديري كاميرا شوفي فين كاين ديري باش تاكدي يلا سيري سيري بحالك بصرنا كاع رجعي بلوك هيا بلوكات صراحة داسمانة نظرة معاك تبقاي تقولي لي احنا غنبداو عاوتاني شوف حمزة عاوتاني لا لا بقات كتهضر زعما ديك الهضره ديال انا واعره انا ما كيجيش معايا بحال هكا المره اللي نهضر معاها ما تهضرش معايا بحال هكا انا سؤال اخير نزار واش باقا تكمل مع السيد هذه اهلا لا مابقيتش غنكمل معها طلقتها سالي دابا دابا نزار اذا كملتي معاه واش باقي تقدر تزيد المره الثالثه ولا لا ونزيدها علاش ما نزيدهاش غتكون يعني بنت الناس وتكون يعني تحاول تبعد على السوشيال ميديا بربي تنحاول بعد على السوشيال ميديا باش ما يبقاوش يوقعوا لك نفس المشاكل وانا نقدر نخليها كاع وليني لا لا مراتك الثالثه حاول دائما غطيها باش ما يبقوش الخلافات بيناتكم لا المراه خاصها تفهمني ونفهمها خاصها تفهمني ونفهمها سالينا ما نغيروا على بعضياتنا ولكن ما تشكوش على بعضياتنا ان شاء الله وما كاينينش كاع شحال في عمرها غتكون موص واحد نموت انا وياها ان شاء الله نزار نزار مسكين راس المشاكل بحال كيقولوا راس الحرب مسكين حياته مسكين صراحة جالس له غير في المشاكل ونزار دريو الصراحة اللي عمل شي حاجة في حقه خايبة راه سيد دريوش فهمتي يعني العيل غير بحال كيقولوا غير بوهالي فهمتي يعني العيل ضريف ولد الناس وصراحة تا هو كيحترم ومؤدب يعني كنحاول كنقول ننزل المرة ديالو الصراحة ترجع له وتهضر معاه بلاتي هي أحسانه نحاول تقنعو الصراحة ما جبرش بحال هو ضريف ولد الناس ومنا تعاونو في الحياة ديالو منا تا هو عاود تيعاونه عاود تيعاود حتى شي رجال قلالو نزار ما جبرش أحسن منه نزار تا هو غزال مع راسو والله يسهل عليه مسكين تا هو دريوش ولد الناس ونتمناو لهم غير الخير والله يسهل على كل واحد هادشي اللي غادي نقول أنا وشكرا للمتابعين ديالي الله يخليكم يخطيكم عليا شكرا بزاف شكرا تحيه نعابر كنوجه لكم واحد التحيه الله يخليكم